سؤال، حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا المار من أ والعمودي على د الذي معادلته إيكغيك تساوي ناقص 3 إكس زائد 4. إذا قبل ما نمروا هذا السؤال غادي ندوزو نشوفوا شرط تعامد مستقيمين. إذن تذكير شفنا شرط توازي مستقيمين اللي هو ماذا؟ اللي هو تساوي الميل ديال المستقيم الأول مع المستقيم الثاني. الآن شرط تعامد مستقيمين هو يعتبرنا مستقيم دلتا ومستقيم دلتا بريم يساوي ام اكس زائد بي بريم. اذا كان ام جداء ام بريم تساوي ناقص واحد فان دلتا عمودي على دلتا بريم، بمعنى يكون المستقيمان متعامدان نقوم بحساب جداء الميل الاول في الميل الثاني، واذا حصلنا على مدى ناقص واحد نقول بان المستقيمين عموديين او متعامدين. نعطي مثال دلتا ايغريم تساوي 3 اكس زائد 7، دلتا بريم ايغريم تساوي ناقص 1 3 اكس ناقص 2. دونك لدينا ناخذ الميل الاول اللي هو 3 جداء ناقص 1 على 3 تساوي ناقص 3 على 3 اللي هي كم؟ ناقص 1. إذا تحقق لنا الشرط وبالتالي دلتا عمودي على دلتا بريم. إذا نعود شرط تعامد مستقيمين نقوم بجداء الميل الأول في الميل المستقيم الثاني، إذا حصلنا على ناقص واحد نقول بأن المستقيمين متعامدين. واسمحوا لي غنرجع واحد القوس في التوازي، شنو التوازي والتعامد؟ خصنا نشوفوا كذلك التقاطع. ما معنى التقاطع؟ التقاطع يعني مستقيمين متقاطعين، يعني انهما غير متوازيين. ممكن يجيك سؤال حدد او بين ان المستقيمين متقاطعين، يكفي ان تبين انهما غير متوازيين، بمعنى يكفي ان تبين ان الميلين غير متساويين. اذا ما كاينش خاصه بالنسبه للتقاطع، ولكن التقاطع هو عكس ديال التوازي. المستقيمين غير متوازيين بمعنى انهما متقاطعين. ما معنى غير متوازيين؟ بمعنى ليس لهما نفس الميل. الآن غادي نعودوا إلى الحالة ديالنا، بما أن المستقيمين هنا متعامدان يعني أن لهما أن جداء ميلهما يساوي ناقص واحد. إذا المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا تكتب على شكل إيكغيك تساوي إم إكس زائد بي. نقوم بتحديد إم، دونك هنا في هذه الحالة ما عندناش الميل وليس هناك نقطتين ولا توازي، ماذا لدينا؟ التعامد. لدينا دلتا عمودي على دي، يعني ان ماذا؟ ام دلتا في ام دي يساوي ناقص واحد. نقوم بتعويض ام دي اللي هو معروف عندنا ام في كم؟ في ناقص 3 تساوي ناقص واحد. وهذه عباره ماذا؟ عباره عن معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. المجهول هو ماذا؟ هو ام دلتا. اذا ام دلتا تساوي ناقص واحد على ناقص 3 تساوي 1 على 3. إذن أو يعني Y يساوي 1 على 3 X زائد P. الآن يمر من أي نقطة؟ مثلا يمر من نقطة A، بمعنى A تحقق المعادلة. A تنتمي إلى دلتا، A تحقق المعادلة. إذن نعوض Y بأربعة تساوي 1 على 3 في 3 زائد بي. إذا ممكن يختزلوا 3 مع 3، يعني 4 تساوي 1 زائد بي. إذا بي تساوي 4 ناقص 1 اللي هي 3. إذا ممكن يكتبوا دلتا إيكغيك تساوي 1 على 3 إكس زائد 3. إذا هذه المعادلة ديال المستقيم دلتا الحالة الرابعة. إذا نعود نلخص لتحديد معادلة المستقيم تقريبا عندنا أربعة ديال الحالات. ضروري من المعطيات، كل معطى كيحدد لنا الحالة. مثلا المعطى الأول مستقيم يمر من نقطة وميل، الحالة الثانية مستقيم يمر من نقطتين،
الحالة الثالثة مستقيم يمر ويوازي مستقيم آخر، ثم الحالة الأخيرة مستقيم يمر من نقطة وعمودي على مستقيم آخر. دونك تقريبا هذوما الحالات في تحديد معادلة المستقيم. الآن سوف نمر إلى فقرة ديال استقامية النقط. إذا الآن بعد ما شفنا تحديد معادلة المستقيم في الحالات الأربعة اللي شفنا، الآن سوف نتعرف على استقامية النقط. متى يمكن لنا نتعرف على استقامية النقط؟ واستقامية النقط شفناه في الدرس ديال الإزاحة هو المتجهات. شفنا أن باش نبينوا أن النقط A و B و C نقط مستقيمية، يكفي أن نبين أن المتجه AB تساوي واحد العدد K في المتجه AC. شفنا ذلك إلى بينا هذه العلاقة فإن النقط مستقيمية. الآن هناك خاصية أخرى باستعمال الإحداثيات ديال النقط. كيف؟ إذن كاين مجموعة من الطرق ممكن لكم يفضلوا واحد الطريقة اللي هي ماذا؟ اللي هي ممكن يحدد معادلة المستقيم AB بالطريقة اللي درنا انطلاقا من نقطتين، ثم يبين أن النقطة C تنتمي إلى المستقيم AB، وهذه طريقة صحيحة. ولكن هناك خاصية مباشرة، بمعنى أنه إذا كان YA ناقص YB على XA ناقص XB يساوي YA ناقص YC على XA ناقص XC. اش كتلاحظوا؟ هذا الميل ديال المستقيم AB وهذا الميل ديال المستقيم AC. إذا كان الميلين متساويين ما معنى هذا؟ معنى أنه متوازيين. ولكن بما أنه مشتركين في نفس النقطة اللي هي A، بمعنى أن هناك توازي، ولكن بأي حالة ديال التطابق. وإذا كان المستقيمان منطبقان يعني أن جميع النقط مستقيمية، وبالتالي هذه خاصية على أساس ماذا؟ أن نختار دائما نقطة مشتركة، ماشي بالضروري تكون نقطة A، تكون أي نقطة، المهم تكون نقطة مشتركة بين المستقيم الأول والمستقيم الثاني. ناخذ مثال، مثلا عند النقطة A 2 5 ناقص 1 ناقص 4 1 2، غادي نطبقوا الخاصية مثلا قاعدة نحسبوا YA YB XA XB. YA كم؟ 5 ناقص ناقص 4، ردوا لكم معاد المسألة هذه، ناقص ناقص 4، ثم XA اللي هي 2 ناقص ناقص 1، 5 ناقص ناقص 4 اللي هي ماذا؟ 5 زائد 4 اللي هي 9، 2 ناقص ناقص 1 اللي هي 3 تساوي في الأخير 3. الآن حسبنا الميل ديال المستقيم AB، الآن اختاروا مثلا المستقيم ديال AC، وممكن اختار BC. يعني بحال بحال YA ناقص YC على XA ناقص XC. YA اللي هي كذلك 5 ناقص 2 ثم 2 ناقص 1، 5 ناقص 2 3 على 1 تساوي 3. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الميلين لهما متساويين، بمعنى نلاحظ أن YA ناقص YB على XA ناقص XB تساوي YA ناقص YC على XA ناقص XC. إذن A و B و C نقط كيف هي؟ مستقيمية، لأنه تحقق لدينا الشرط. دونك إذا كان فإن A و B و C نقط مستقيمية.